تربطها بما حولها من المناطق. الزائر لهذه الجبال يسأل: لماذا يريد الناس أن يعيشوا هنا؟ وكيف يستطيع الإنسان أن يستخرج الحياة من هذه الجبال؟ مسلم أحد أبناء هذه البيئة نشأ وترعرع بأغنيته وأنشودته في أحضان جبال ظفار، في دفء الأرض وبساطة العيش وجمال الطبيعة ودعة النفس وعذوبتها. توالت الحضارات على جنوب الجزيرة العربية، وعاشت المنطقة فترات طويلة من الازدهار والرخاء. منذ 1000 قبل الميلاد تبوأ الظفار أهمية خاصة، وتحدث عنها المؤرخون والجغرافيون في كتاباتهم. عرف الظفار بإنتاج أجود أنواع اللبان الذي كان يستخدم في الطقوس الدينية في مصر القديمة وبلاد ما بين النهرين، والذي ما يزال ينتج إلى يومنا هذا. مسلم لا يقرأ كتابا غير كتاب الطبيعة المفتوحة أمامه، لا يفهم فلسفة غير أن عمل الخير سعادة وعمل الشر شقاء، مع تفويض الأمر إلى الله. بين سكان الجبال والماعز تعاطف حقيقي وحب عميق. زاول سكان جبال ظفار رعي الإبل والبقر والغنم، وكان لهذا النشاط دور كبير في تحديد نمط حياة السكان. الأسرة في الجبال تملك أعدادا من الماشية، ومكانة السكان وثروتها كانت تعتمد على ما تملكه الأسرة من قطعان الماشية، لا سيما البقر، فضلا عن المراعي والآبار وأشجار اللبان المنتجة التي كانت أساسا لبقاء هذه المجتمعات واستمرارها إلى الآن.
نحن من مئات السنين هنا، أجدادنا وبعد أجدادنا ومن نحن الحين والناس اللي بعدنا كان في الأرض هذا، فهمت؟ البيئة، الجبل هذا والأرياف والمدن، الناس عندهم هنا القناة وعندهم الحيوان هذا البوش والقناة والإبل. في الجلسات الودية يشدو مسلم بفن النانا، وهو فن ريفي أصيل في جبال ظفار، يمتاز بعذوبة اللحن وجمال السجع والإبداع، مما جعل هذا الفن يحظى بخصوصية متميزة وانتشار وقاعدة شعبية واسعة لدى سكان الجبال.